يا اخويا روق، انت هتفضل عاقد لي راسك وزاعق لغايه امتى؟ يا ما في ناس بتتخانق وترجع تتصالح تاني. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت ليك غير سيد؟ انا ما كانش ليا غيره، بس هو بقى ليه كتير. ما يبانيش ليه بقى؟ اهو ده بقى الكلام الماسخ. سيبيه يا يوني، سيبيه يكدب على روحه ويصدقها. انا ماشي. الله، اقعد يا صلاح، اقعد، انا عايزك في كلمتين. سيبينا مني شوي. تؤمر يا اخويا. يا صلاح، انا عايز اعرف انا بعتك في ايه. فات اواني القواله، البيعه تمت وخلصت. صح، لما بعتني مع فوضى ونصرة وحكيت حكايتي مع عبد الحليم، ولما رحت لفيت على حماده الطيب عشان تاخد البضاعه من ورا ظهري، مش كده؟ انا بقى عملت ايه قصاد ده كله؟ قصدك عملت ايه قبل ده كله؟ انا كل اللي انا عملته ده كان رد على عمالك معايا، وعشان تفهم ان انا مش صغير ولا خرع زي ما انت فاكر. أنا طول عمري أخوك الصغير وبحترمك وبقدرك ومبقولش لأ، بس الصغير بيجي له يوم ويكبر، وأنت بقى ما سبتنيش أكبر. الجلالة خدتك ومبقتش شايف غير نفسك يا سيد. متضحكش على نفسك يا صلاح، أنت طول عمرك عارف بخرست وجدعنت معاك، بس أنت بس اللي بتشيل جوا منك، وفي الآخر بترجع تشتكي. عايز تنطرني براها وما اشتكيش؟ ما حصلش، أنت اللي اتسرعت، أنت اللي ما فهمتش دماغ أخوك. انت اكتر واحد خسر في الليله دي، خسرت صاحبك، خطيبتك، خسرت ابوك. طبعا هتشيلني الغلط زي كل مره ويطلع صلاح هو اللي وقسم. بقول لك ايه، اخري معاك ايه يا سيد؟ اخري معاك سكتي، ده عشان ما تقولش منا صلاح. البضاعه وهديها لك، بس قصاد عيني يا صلاح انا عايزك تدخل سوق كبير. وانت غرضك ايه من ورا ده يا سيد؟ عايزنا بقى عصفوره في حجر فوده؟ يا ابني فوده مش بعيد عن عينيا عشان اتشعبط فوق كتاف حد وابص عليه. يا ترى بعمل كده عشان انت اخويا صاحبي، عشان ما تتوهش مني وتلحق باقي الناس اللي حواليك اللي بيحبوك. مش شاري يا سيد. يا ابني وانا مش بايع، انا بعمل كده معاك جدعان، افهم الكلام. احلى شاي لاحلى شباب. يلا يا حبيبي، يلا يا سيد. قلت يا صلاح، ماشي. سلام عليكم. حياة حبيبك النبي، لا تقعد يا سيدي.